تبدو المعارك الأخيرة في تعز أكثر احتداما وفاعلية على الأرض هذه المرة، حيث تمكنت قوات الجيش من تحقيق تقدم كبير في الجبهة الشرقية. وفي تفاصيل هذا التقدم، السيطرة على العديد من المربعات الأمنية في الجحملية وحي الدعوة ومنطقة صالة، وذلك إثر معارك عنيفة سقط خلالها عشرات القتلى من عناصر الميليشيا، بينهم قياديان ميدانيان بحسب تصريحات الناطق باسم الجيش الوطني في تعز، الذي أفاد أن الميليشيا لجأت إلى القصف على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين لتعويض خسارتها في المواجهات. على الناحية الأخرى، وفي الريف الجنوبي للمحافظة، أطلقت وحدات من اللواء 35 مدرع التابع للجيش الوطني حملة عسكرية لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. وبحسب المعلومات الواردة من هناك، فإن مواجهات وصفت بالأعناف تدور في حيفان والأحكوم والأقروض، وقد تمكنت خلالها قوات من الجيش من أسر 5 من عناصر الميليشيا وقتل آخرين. تأتي هذه التطورات والتفوق الميداني بعد أن تم دمج أفراد المقاومة الشعبية في التشكيلات القتالية للجيش الوطني، الأمر الذي يرى فيه الكثير أنه مقدمة لإطلاق عملية تحرير شاملة في تعز.